أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في تعيين مصاديق الأئمة أو الخلفاء الاثني عشر. أحاول أن أشير إلى مقدمة أنتهي من الكلمات. بالأمس قلنا بأنه ابن سعيد الطوفي أيضا وقف عند هذه المسألة، وهو أنه ما هو المراد أو من هم مصاديق أهل البيت في آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. يتذكر الأعزاء قلنا بأنه حتى لو افترضنا أن هذا الإنسان متهم بالتشيع، فإنه كما يقول المحقق أعزائنا وهو تحقيق الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة أعزائي، اللي هو من الوهابية أعزائي من السلفية في المملكة العربية السعودية، في المقدمة في صفحة 16 اللي حقق اللي هو عبد العال عطوة، يقول فإن شرحه لمختصر الروضة قد جاء كله جملة وتفصيلا على أصول مذهب الحنابلة، ولا أثر للتشيع فيه في أي جزئية منه. جيد، هسه تعالوا معنا إلى المجلد الثالث. المجلد الثالث عندما يصل إلى الآية المباركة، وهي قوله تعالى إنما يريد الله، يقول بأنه يوجد يأتي يقول أحدها أنه سبح، فيقال الجواب عن الأول أن أهل البيت خاص. التفت جيدا، خاص يعني دال على الحاصر أعزائي، بمن سنذكره إن شاء الله عز وجل، وليس نساء النبي مرادات منه عموما ولا خصوصا، لا مختصة بنساء النبي ولا تشمل الآية ماذا؟ نساء النبي مع علي وفاطمة والحسن والحسين، وذلك لوجهين: الأول أنه سبحانه وتعالى خاطب نساء النبي بضمير المذكر إلى أن يأتي محل الشاهد. قلت وقد أجيب عن هذا بأهل أن أهل البيت يتناول الوجه الثاني، وهو الروايات الواردة اللي عبر عنها العلامة الآلوسي بأنها فوق حد الإحصاء، ما روي ما روي ما روي، إلى أن يقول وفي الصحيحين لما أراد مباهلة نصارى نجران شمل هؤلاء المذكورين بكساء. يستدل أيضا بالروايات الواردة في ذيل آية المباهلة، وجاء بهم ليباهل بهم، وقال هؤلاء أهل بيتي، وذلك حين نزل قوله قل تعالوا، فدل ذلك كله على أن أهل البيت هم هؤلاء لا غير. إذن الآية مو فقط أنها تشمل علي وفاطمة والحسن والحسين كما يقول جملة، أو كما يقول منه، كما يقول الآلوسي أو الفخر الرازي، أنه شاملة، لا مختصة بمن؟ مختصة بهؤلاء الخمسة. هذا تمام الكلام أعزائي إلى هذا البحث. فتحصل مما تقدم، التفتوا لي جيدا، فتحصل منا ما تقدم أن النصوص الصحيحة والصريحة والمجمع عليها، لأنه هذه الذي ورد هنا ورد عندنا أيضا بطرق أخرى، بيّنت وعينت بعض الخلفاء من الاثني عشر. كل الخلفاء لو بعض الخلفاء، ها ماذا؟ بعض الخلفاء
يعني قدر متيقن الإمام أمير المؤمنين الإمام الحسن الإمام الحسين، هؤلاء تعينوا من الخلفاء. سؤال، إذن ماذا نفعل بالباقي؟ ينسب ما أدري، واضح الإشكالية من أين سوف تبدأ؟ جيد، سأفترض أن الطرف الآخر قال بيني وبين الله إلى هنا، هذا ثبوتان هسه، لأن البحث الإثباتي بعد ذلك أنه ماذا قال علي؟ نرجع إلى الكافي لو نرجع إلى البخاري ياهو منه، لأنه إحنا الآن أثبتنا أن ما يقوله علي أن علي سنة لابد أن يؤخذ منه أو لا يؤخذ، لابد أن يؤخذ منه. سؤال، هو الآن لا نعيش مع علي حتى نذهب إليه نقول يا أمير المؤمنين ماذا كان يصل، كيف يصلي رسول الله، كيف يصوم، كيف يحج، ما هي عقيدته في التوحيد، ما هي، أليس كذلك؟ عند طريق إلى علي أو لا يوجد عندنا طريق إلى علي مباشرة؟ لا يوجد. فينحصر الأمر بماذا؟ بالنصوص الروائية. فأي نصوص روائية؟ ما أدري واضح ولا هو ده ينقل عمن؟ عن علي في مسانيده وسننه، وأنت بدأ تنقل ماذا؟ عن علي في كتبك المعتبرة. فإذا تعارضا لمن التقدم؟ ما أدري واضح القضية؟ هذا بعد بحث آخر، الآن ما أريد أدخل فيه، الآن أنا ده أتكلم فقط في بيان المصاديق، وإلا ذاك فد بحث مستقل. ولذا أنا وجدت أنه في المقدمة ذكرت، قلت أنه كتب القوم مو ليست فقط للإلزام، وإنما أيضا ماذا؟ ها؟ للاستدلال، يمكن الاستدلال بها إذا حصل الاطمئنان، إذا استطعنا بيني وبين الرواة نطمئن إلى وثاقتهم إلى دينهم، ونقلوا عمن؟ عن علي عليها أفضل الصلاة والسلام. الأصل الآخر أعزائي، تعيين المصداق ليس فيه أي مجال للبحث العقلي الصرف. لماذا؟ لأننا قرأنا في علم المنطق أن العقل يدرك الجزئي والشخصي أو لا يدرك، ها؟ لا يدرك. إذن بعد لي يقول لي والأدلة العقلية، والأدلة العقلية هاي العوام ولا وقع العوام، يا أدلة عقلية أنت أصلا تدري معنى الدليل العقلي؟ والله أشك أنه يعرف معنى الدليل العقلي. هذا مو، لان انت اذا دارس منطق ومدرس منطق تقول ان العقل لا يدرك الا شنو، لا يثبت الا شنو، لان المقدمات ما هي؟ التفت، المقدمات لابد بها اربع شروط: ان تكون ضروريه، ان تكون دائميه، ان تكون شنو؟ كليه. اذا الكليه يستطيع ان يثبت جزئيه او لا يثبت، يستطيع. وبيان الاسم جزئي لو كلي، لا شنو دليل العقل؟ ولهذا ذولا هاي اللي يبحثون ادله عقليه، ادله عقليه بيني وبين الله، الا مقصودهم انه نثبت المفهوم ككلي، نثبته بدليل عقلي، وبعد ذلك المصداق لابد شو يصير؟ ها؟ بالنقل. يعني بادله عقليه نثبت ضروره النبوه، أما بعد بدليل عقلي لا نستطيع أن نثبت وهذا نبي، إلا بماذا؟ إذا صدر منه معجزة هذا الشخص، هذا الشخص، هذا الشخص، ولكن إثبات هذا الشخص صدرت منه معجزة، هذا بعد عقلي لو نقلي بعد؟ ها؟ يعني هذا الشخص صدر منه إحياء الموتى، هذا الشخص صدر منه فلق البحر، هذا الشخص، هذا الشخص، هاي مقدمة بعد شنو؟ هي عقلية لو غير عقلية؟ هذه غير عقلية، هاي نقلية، هذه تاريخية، هذه ما أدري واضح صار؟ الآن في محل الكلام، تعيين الأسماء بعد يتحمل الدليل العقلي أو لا يتحمل الدليل العقلي؟ فماذا نريد؟ شنو؟ الدليل النقلي. الدليل النقلي عند القوم أعزائي هذا المقدار اللي أثبتناه لكم. نعم،
قالوا بحسب الأدلة النقلية عندهم أيضا أن المهدي المنتظر أيضا من هؤلاء، يعني عندما جاءوا إلى المهدي المنتظر قالوا وهو أحد الأئمة، شنو؟ خاتم الأئمة الاثني عشر. ما أدري واضح ولا؟ هذا المعنى أعزائي الإخوة اللي يردون يراجعون. النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير، تحقيق الأستاذ أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية، صفحة أعزائي صفحة 11. ليس المقصود بالخلفاء القرشيين الاثنى عشر أولئك الذين تتابعوا بعد رسول الله سردا، التفت جيدا، هذا من أولئك الذين لا يشترط ماذا؟ التتابع الزماني. وليس المراد من هؤلاء الاثنى عشر تتابعت سردا أثناء إلى أثناء دولة بني أمية، لأن حديث سفينة الخلافة بعدي 30 سنة يمنع من هذا الملك. يقول بأن الخلافة بعدي 30 سنة بعد لا يشمل إلا هؤلاء الأربعة وجزءا من خلافة من؟ الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر وجد منهم الأئمة الأربعة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وابنه الحسن بن علي، ومنهم عمر بن عبد العزيز كما هو عند كثير من الأئمة وجمهور الأمة، وكذلك وجد منهم طائفة من بني العباس، وسيوجد بقيتهم فيما يستقبل من الزمان حتى يكون منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة في المهدي كما سيأتي بيانها وبالله المستعان، وقد نص على ذلك إلى آخره. إذن عندهم إشارة إلى هذا، هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي ما أشار إليه السفاريني، العقيدة السفارينية مولانا، عند منظومة هذا السفاريني مولانا، هذه نص المنظومة مالته اللي محمد بن صالح العثيمين اللي هو من أعلام السلفية والوهابية بل من أعلام شراح مباني ابن تيمية والواقفين عليها والمدافعين عنها، مدار الوطن للنشر، شرح العقيدة السفارينية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. هناك في الأبيات أعزائي، في الأبيات نعم 108 منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. إذن خاتم هؤلاء الأئمة من هو؟ ها؟ المهدي المبشر به. جيد، تعالوا معنا إلى العلامة العثيمين. العلامة العثيمين في صفحة 450 يقول: ومنها أي من أشراط الساعة الإمام الخاتم، الإمام يعني الذي يؤم الناس لا في الصلاة ولكن في القيادة، فيكون إماما لهم أعظم كالخليفة، وهذا الإمام يقول إنه سفارين، يقول إنه الخاتم أي للأئمة، لأنه لا إمام بعده فهو خاتم ماذا؟ فهو خاتم الأئمة، واسمه يقول محمد، ولقبه من؟ المهدي، لأن الذي هداه الله هذا المهدي يبعث في آخر الزمان إذا ملئت الأرض ظلما وجورا ونسي فيها الحق، واختلف العلماء أنه هذا المهدي من هو، ولكنه لا بد أن تعلموا هذا المهدي الذي نتكلم عنه مو المهدي الذي يتكلم عنه أهل السنة، فليس هو مهدي الرافضة الذي ينتظرونه. بالكم ها، عد يأتيك بعض هم العوام مولانا، هي يصعد على المنابر مولانا، هي يتكلمون إجماع المسلمين على المهدي. يا مهدي، هذا مفهوم كلي أعزائي، هذا مو شنو تفهمون المغالطات. من خالف في ظهور المهدي؟
بابا انت روح اقرأ هذا المهدي اللي يقولوه، اصلا انت ما تقبل عالم من علمائك، ايش دي تقول انت؟ بيني وبين الله اجماع الامة على التوحيد. خل عاد ليش تحكي على ابن تيمية؟ موحد لو مو موحد شو تقول؟ ها؟ لا ابن تيمية موحد لو مو موحد؟ شو تقول موحد لو مو واحد؟ لماذا؟ تقول بابا التوحيد ايش هذا؟ يعتقد بالتجسيم. انت يم المفهوم لو يم المصداق. اذا يم المفهوم فهو يقول انا شنو؟ موحد. اذا يم المصداق فانت شو تقوله؟ مشرك. كما هو يقول لك انت موحد لو مو موحد؟ الشيعي. انت ايش تعتقد؟ موحد. هو ايش يقول لك؟ فالمشكلة عنده في المفهوم لو في المصداق. ايش بيكم؟ ما ادري واقعا، والله والله اتحير واقعا بعض الاحيان من اشوف هاي المسائل بهالوضوح. اجمعت الامة الاسلامية على شنو؟ على المهدي المنتظر. خو يا مهدي اذا هالشكل بيني وبين الله، خو اجمعت كل الاديان السماوية على المهدي المنتظر، ما يحتاج الى بحث. ولهذا يقول: فليس هو مهدي الرافضة الذي ينتظرونه، بل هذا المهدي خليفة يبعثه الله عز وجل في آخر الزمان، وهو ليس مختفيا بل يخلق في وقته، فيخرج ويملأ الأرض عدلا بعد أن كانت ملئت ظلما ماذا؟ وجورا. لا أنه مولانا يخرج من سرداب سامراء. شوفوا، يدعون أنه اختفى عن الحروب والفتن التي حصلت في زمن علي وما بعدها، فاختفى في هذا السرداب، وأنه ما دام مغلوبا إلى آخره. ملا المهم 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 هذا القدر يقبلون من المهدي، بعد أكثر من هذا يقبلون أو لا يقبلون؟ وهذا ينفعنا شيء أو لا ينفع؟ ها؟ إحنا يا مهدي نريد مولانا، اي مهدي كان، خل روح هذول المهدي مولانا 100 مهدي صدر من ذاك اليوم. هذا نريد ماذا؟ مهدي اهل البيت من علي وفاطمه ومن صلب الحسين وانه حي. هاي هيك مهدي نريد. هذا يثبت بهذا او لا يثبت؟ مثل لا قيمه. نقطة أول السطر، بعد السنة يقولون لهنا احنا قبلنا، افترض قبلنا منكم أنه الخلفاء الذين تعينوا بعد رسول الله ونأخذ الدين منهم، من جاءوا في أهل البيت. بعد عندكم عندنا دليل، عندكم دليل علينا، مو دليل، عندكم دليل علينا لغير هؤلاء أو ما عندكم دليل؟ أنا أقول صريحة الجواب بعد لا يوجد. نقطة أول السطر، بعد عد السنة لا يوجد دليل يمكننا أن نحتج به ماذا؟ عليهم، أنه يشمل من؟ السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري وجنو. ولهذا من الآن فصاعدا أعزائي بعد البحث راح يكونوا مذهبيا مولانا، بعد هذه مرتبطة جنو بمدرسة أهل البيت يكون في علمكم. خلص هسه بينكم وبين الله، كما ذكرت اليوم جناب شيخ ضياء، قلت لك بينك وبين الله انت في مقام الاثبات، دليل ما عندك، تريد على ما لا يوجد عنده دليل تقول له انت كافر وانت منافق وانت شنو مخلد في نار جهنم وانت فاسق وانت فاجر وانت انت، على اي اساس؟ يقول بابا جيب لي تكلمت معك قلت لك بابا من قال ان المراد من الخلافة علي؟ قلت له هذا شنو؟ قبلت سلمت معك، سلمت اخذ، لا قبلت، لا سلمت معك، ولكن انت تقول لي من؟ ها؟ تقول لي الجواد اللي عمره 7 سنوات
من أين؟ من أين؟ أنت تقول لي منه؟ الإمام الثاني عشر اللي لم يره إلا خواص عمره 5 سنوات. وإذا ما أقبل أنا شو أصير؟ ها؟ في الدرك الأسفل من النار. أي منطق هذا؟ ما أدري، واضح؟ يعني بعبارة أخرى، بينكم وبين الله صيروا ها علميين ومنطقيين. لو أنت يطالبك هو بأمر من هذا القبيل ولا دليل له عليك، تقبل لو ما تقبل؟ يعني دا يقول هذا الكلام في عبد القادر الجيلان، كما دا يقول هو يقول بأنه من الأقطاب منه، ها عبد القادر الجيلان آلوسي يعتقد أن من قطب زمانه منه، مو الحجة ابن الحسن منه. يقول عبد القادر الجيلان، تقول على أي أساس؟ دليلك شنو؟ يقول دليل أي أعمى. يعني شنو دليل؟ خو بابا أنا أريد أقبل عبد القادر الجيلاني، خو شنو دليلك علينا؟ تقول له لو تقبل لو شنو؟ لو مخلد في النار. كل حديثي في مقام الإثبات عزيزي، مو في مقام الثبوت. أنا ما دا أتكلم في مقام الثبوت، في مقام الواقع لا يعلمه إلا الله. نحن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولذا أعزائي من الآن احفظوا لي أمرين. أولا أن البحث ليس عقلي، هذا الباب هي أدلة عقلية، أدلة عقلية واقعا. لو المتكلم لا يعرف معنى الدليل العقلي، عرفت شو؟ لماذا؟ لأنه القضية مرتبطة بالمفاهيم، لو مرتبطة شنو؟ والمصادق. يشملها الدليل العقلي أو لا يشملها؟ لا يشملها. إذن هاي لا يقولون أدلة عقلية أكو على الإمامة. نعم أكو أدلة عقلية، افترض، اللي أنا ما أعتقد، لا أعتقد حتى على مفهوم الإمامة أكو دليل عقلي. هسه افترض سلمنا معكم، ولكن البحث الآن في المفهوم، لو بحث وين؟ في المصداق، في تعيين من هم هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر. هذا أولا، هذا احفظوا لي. وثانيا أن هذا الدليل الذي نقيمه وهو الدليل النقلي على تعيين المصادق هو مختص، أقول مرتبط بمن؟ ها؟ بالشيعة. أحسنتم، بالشيعة الاثني عشرية، وإلا الشيعة الزيدية يقبلون هاي الروايات لو ما يقبلوها؟ ها؟ ما يقبل. الشيعة الإسماعيلية يقبلون رواياتنا لو لهم كتبهم الحديثية؟ هسه الآن نشوف بينك وبين الله. ما أدري اتضح الآن وين بحثنا؟ نرى أنه على مستوى الشيعة الاثني عشرية أكو طريق لإثبات مصادق هذه المصادق الاثني عشر، لو ماكو طريق. ما أدري واضح البحث يولا؟ جيد. الروايات الموجودة هنا على 3 أصناف، خلوا ذهنكم يعني في داخل دائرة الشيعة. الأول أن بعض كتبنا الشيعية نقلت مجموعة من الروايات بأسانيدهم إلى صحابة رسول الله كسلمان، أبي ذر، أبي هريرة، غيره، عينت الأسماء الاثني عشر. واضح ولا؟ هاي الروايات لا أثر لها وين؟ في كتب أهل السنة، فقط في مصادرنا موجودة. هذا واحد. اثنين، صنف الثاني، أنه جملة من هؤلاء من؟ المصادق الجدد، يعني بعد الإمام الحسن، بعد الإمام الحسين، يعني من السجاد وما بعد، هم ينقلون إلى أن يصلوا إلى رسول الله أن رسول الله قال نحن شنو؟ 12، ويذكر أسماءهم. أيضا هاي الروايات وين موجودة؟ في مصادرين. ما أدري واضح الصنف الثاني؟
فرق اكو عن الصنف. الصنف الاول لا، انه سند الى ان ننتهي الى صحابي. هنا لا، هو الامام عن 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 ينسبه الى من؟ الى امير المؤمنين. امير المؤمنين ما ممكن مشكله، لماذا؟ لانه امير المؤمنين ثبت في مصادر اهل السنه ان قوله ما هو؟ ها؟ خليفه، هو قوله حجه. او ينسبه الى الامام الحسن، هم ماكو مشكله. او ينسبه الى الامام الحسين، هم ماكو مشكله. هذا من الصنف الثاني من الروايات. الصنف الثالث ان الامام سلام الله عليه هو يعدد الاسماء، يقول ابتدأ بعلي وينتهي بمن؟ هو الامام الامام الرضا يعدد اسماء الائمه، الامام العسكري يعدد اسماء الائمه، الامام الصادق يعدد اسماء الائمه، لا من الطريق الاول لا من الطريق الثاني. بس هنا فد نكته، الوقت مع الاسف بدا يضايقني، انا هذني كل جايبن هواي ابحث. هنا نكته، وهي ان جمله من الروايات الوارده في الطريق الاول، يا طريق اللي تنسب الى من؟ الى الصحابه، جمله من هاي الروايات وارده في اسماء الائمه في ذيل الخلفاء من بعد 12. هذا الذي احنا سالنا، قلنا امن المعقول انه النبي يقول خلفائي من بعد ماذا؟ 12، ولا يوجد صحابي يسأل يا رسول الله من هم؟ في روايات التي موجودة بأيدينا، لا، سلمان قام قال يا رسول الله ومن هم؟ ماذا؟ خلفاؤك. ما أدري واضح ولا، ولكنه هذه الروايات أعزائي إذا أنتم شايفيها مولانا في كل المصادر اللي تنقل، هاي كلهم ينقلون عمن؟ عن كفاية أثر للخزاز مولانا. فأنت لكي تستند، التفتوا إلى كفاية الأثر، لابد أن تثبتوا أنه شنو هذا الكتاب، ما هو حجة لو مو حجة؟ حجة. لا يصير مولانا مثل البخاري مولانا، إذا صار مثل البخاري حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، كما قال نهاية أسطورة، بعث لي بعض الأعزة قال بأن لا سيدنا الحمد لله هذا مطبوع طباعة حديثة مولانا في دار الوطن، بعد أنا ما بحثت عنه مولانا، عرفت شلون؟ دار الوطن مولانا في طباعة جيدة كذا، ولا بد أنه نستخرجه إن شاء الله لعله نستفيد منه. التفتوا لي جيدا، ليكون مثل كتاب مولانا تفسير القمي، إذا هذا مثل تفسير القمي إلى قيمة أو لا قيمة له؟ هسا الآن احنا نفترض أنه كأصل موضوعي كفاية الأثر للخزاز، ما هو؟ ها؟ مثل الكافي للكليني، وافترضنا أن الكافي للكليني بعد قطعي، ماذا؟ قطعي الصدور من ثقة الإسلام الكليني. الأعزة إذا يريدون أن يراجعوا، راجعوا صفحة بعض المصادر ذكرته، صفحة 86، كفاية الأثر في النص على الأئمة 12، أبي القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز القمي الرازي من علماء القرن الرابع، انتشارات بيدار أعزائي. هذا الرجل هو ملتفت للقضية، ولهذا يحاول بقدر ما يستطيع أن يعين الأسماء لا من طريق من؟ هسه ما يقول هو بأنه أكو إشكالية، ولكنه واضح أنه عندما نأتي إلى الفهرسة أعزائي، التفتوا لي جيدا، التفتوا جيدا، يقول ما جاء عن عبد الله بن عباس ابن مسعود سعيد الخدري أبي ذر الغفاري سلمان جابر بن سمرة جابر الأنصاري أنس أبي هريرة زيد أبي أمامة عمار بن ياسر وحذيفة بن أسيد عمران بن حصين سعد بن مالك حذيفة بن اليمان أبي قتادة، بعد ذلك يأتي بأسماء الأئمة، مع أنه المفروض بمن يبدأ؟ ها؟ بالأئمة، مو يبدأ بمن؟ بالأصحاب. لعله في ذهن هاي الشبهة موجودة،
وهو أنه كيف يمكن أن أستند إلى الإمام، افترض إلى الإمام السجاد يقول أنا ماذا؟ هسه ممكن الاستناد إلى من؟ ممكن الاستناد إلى أمير المؤمنين، إلى الإمام الحسن، إلى الإمام الحسين، إلى فاطمة، واضح ولا؟ أما بعد ما يمكن الاستناد عن السجاد وباقر وصادق، عن الأئمة هؤلاء والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري إلى آخره، ما أدري واضح ولا؟ ولهذا جعلهم في الآخر. قلت لكم أنه ما يبين النكتة، ولكن لعله في ذهنه إذا كان هذا الكتاب صادر من الخزاز، لأنه وقع من الأعلام هو، لأنهم لعله من تلامذة الكليني هو، واضح؟ الرواية هذه أنقل لكم، هاي الرواية الأولى أعزائي. الرواية عمن؟ عن أبي هريرة، التفت، عن أبي قال سألت رسول الله وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال جعل الإمام في عقب الحسين يخرج من صلبه 9 من الأئمة ومنهم مهدي هذه الأمة لو أن رجلا إلى آخره. وبهذا الإسناد قال رسول الله، التفت جيدا، قال تركت فيكم كتاب الله ثم أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقلت لأبي هريرة فمن أهل بيته؟ قال أهل بيته صلبه وعصبته وهما الأئمة 12 الذين ذكرهم. ثم يشير بعد ذلك إلى، إذن الرواية وين واردة؟ روايات الأئمة 12 الحسين وصلب الحسين، في ذيلي حديث الثقلين، في ذيلي الأئمة من بعدي 12. هذا جواب عن السؤال، وهذا منطقي جدا، ولكن الطريق المشكلة في مقام الإثبات، أنه هذا الدليل يمكن قبوله أو لا. إحنا الآن بدنا نتكلم وين؟ في داخل المدرسة ها، وإلا ذاك الطرف الآخر يقبل كفاية الأثر لو ما يقبل كفاية الأثر ها؟ إذن مو حجة علي، انتهى، باب مغلق. أنا أتكلم الآن عندنا، لأنه قد واحد يجي يقول بابا أنا أشك في أن هذا كفاية الأثر لمن؟ للخزاز. حتى لو ثبت عند كتاب باسم كفاية الأثار، ولكن لا أعلم أن هذا الذي بيدي هو ذاك أو شنو. كما قلنا في كتاب سليم، قلنا كتاب سليم، سليم ثقة أعلائي وله كتاب، ولكن لا نعلم هذا الذي بأيدينا هو ذاك، أو كما قال السيد الخوي في قرب الإسناد، وغيره وغيره. عزيزي واضح؟ جيد، هذا مورد أعزائي. مورد آخر، تعالوا معنا إلى صفحة 128، الرواية عن حذيفة بن، سمعت رسول الله على يقول على منبري، على منبره معاشر الناس إني فرطكم وإنكم واردون علي الحوض، تارك تردون علي عن الثقلين، فانظروا كيف الثقل الأكبر كتاب الله، وعطر ولا تبدلوا وعطر ولا تبدلوا في عدرتي أهل بيتي أنهما لن يفترقا. ثم قال أوصيكم في عطرتي 3 خيرا، هذا أوصيكم بعطرتي، هاي واردة في مسلم، هل قدر بعد أكثر من ذلك؟ بعد شنو؟ ما وارد. يقول فقام إليه سلمان فقال يا رسول الله ألا تخبرنا عن الأئمة بعدك؟ هذا منطقي جدا، هذا المنطقي، أم هم من عترتك؟ فقال نعم، الأئمة بعدي من عترتي عدد نقباء بني إسرائيل 9 من صلب الحسين أعطاهم الله علمي، و إلى آخره. تعالوا معنا إلى صفحة 136، ما ورد عن حذيفة بن اليمان أيضا كذلك، قال صلى بنا رسول الله ثم أقبل بوجهه الكريم معاشر أصحابي أوصيكم بتقوى الله، فقلت يا رسول الله على من تخلفنا؟ قال على من خلف موسى بن عمران قومه، قلت على وصيه؟ قال فإن وصي بعدي علي بن أبي طالب. قلت يا رسول الله فكم يكون الأئمة من بعدك؟ قال عدد نقباء وهم فلان 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 إلى آخره. بعضهم يذكر الأسماء، بعضهم يشخص ماذا؟ فقط 9 في صلب الحسين، وآخرهم الإمام 12. وتعالوا معنا إلى صفحة 162 مولانا، الرواية مولانا عن الآخرين، بعد الإخوة يراجعون. جيد،
هذا مولانا الطريق شنو الأول. الطريق الثاني والثالث، أنا فقط هاليوم أنطيكم المصادر أعزائي، فرجائي فد مقدار تطالعوها، لأنه إذا أقف عند كل الروايات هو يريد له شهر مولانا، ولهذا فقط أنطيكم المصادر. تتمة البحث إن شاء الله يوم السبت الأعزاء، إن شاء الله يجون يوم السبت إن شاء الله، إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.